تشاو كاريسيمو كاريسيما، عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي فاتشلي قناتنا امبارا كون سارة، عشان نشوف قاعدة النطق التانية اللي كانت بتقابلنا واحنا بنقرأ المقاطع واللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت ان احنا هناخدها المرة دي، وهي لالترا جي. طبعا في الالفابيت اسمه جي، وزي الانجليش برضو ليه نطقين. يا ترى هقول جد جد ج ولا ج ج ج؟ زي ما شفنا ان احنا خدناه برضو من خلال المقاطع نفس قاعدة اللي تشي بالظبط. بقول لك خلي بالك كويس قوي، مش لازم بقى ارجع اجيب لكم الكلمات اللي في المقاطع تاني، لان انا وريتكم الفكرة اللي كنت عايزة اوصلها لكم. اي حاجة اول ما تشوف قدامك بعد حرف الجي لالترا اي لالترا اي دي كو ج ج ج جي جي تاني، يبقى انا لما الاقي الاي او الاي ورا حرف الجي بنطقها على طول ج ج ج، وبكسر وبفتح على حسب الفوكال اللي جاي وراها مع الحرفين دول بس. بتتنطق ج اللي هو حرف الاي بقول جي، حرف الاي بقول جي، يبقى اي اي جي جي. تمام كده؟ طيب لو انا عايزه انطقها ج ج ج يبقى نفس الفكره مع كل الحروف ما عدا الاي والاي. فمع الا هقول جا، مع الاو هقول جو، ومع الاو هقول جو، زي لما خدناها في المقاطع جا جاتو جو جوميتولو جو جوفو. تمام كده؟ يبقى انا عرفنا تاني اي اي جي جي، اي حاجه غير كده ج ج ج جا جو جو، يبقى ا او او جا جو جو، واي حرف ساكن تاني. طيب لو عايزه احط الاك هنطقها، برافو عليكم، ج ج ج، لان حرف الاك حرف ساكن. فلو جه اك اي اك اي هنطقها جي جي. الاك جت عشان تفصل النطق، بدل ما كنت هقولها جي جي قلتها جي جي. يبقى اول ما تسمع كده جي او جي على طول تكتب جي اك اي، زي لما خدناها في المقاطع جي باردو جي باردو، والجي زي جي ياندي. تمام كده؟ وصلت الفكرة؟ طيب نروح لإيه كمان؟ لما يجيلي حرف الإي اتفقنا بنطقها ج ج ج، برافو. طب لو جالي ورا الإي آ هتبقى، برافو عليكو، جا. طب إي أو جو، طب إي أو جو، يبقى حرف الاي فصل لي النطق، بدل ما كنت هقول جا جو جو بقى اسمها جا جو جو. تمام، برافو عليكم. وخدنا طبعا اي اي جي جي ما فيهاش مشكله. في حاجه تانية تخص قاعده الجي؟ في حاجه مهمه جدا جدا جدا، الجي لو جه وراه حرف الان بنطقها ني ني ني، يبقى على طول اول ما تسمع ني بتكتب جي ان، زي مثلا اما اقول سينيورا سينيورا، وزي ما خدنا في المقاطع نيومو نيومو كانت جي ان. وكمان عندي الجي لو جه وراها ال اي بنطقها لي لي، ما بقولش لي لي كده ال اي، لكن بقول لي لي، بتحس ان كده لسانك جه في الجنب شويه لي، زي لما اقول فاميليا فاميليا، او زي ما جت في المقاطع فاليا فاليا. يبقى الجي موتا مع الان والال اي بتبقى ني ولي ني لي. تمام كده؟ برافو عليكم. تعالوا نرجعهم كده سريعا كلهم اي اي جي جي. طيب اي ا اي او اي او جا جو جو. نروح على النطق الثاني ا او او جا جو جو، اك اي اك اي جي جي، واخر حاجه ان ال اي ي لي. بس كده ذاكروا كويس جدا، ثبتوا القاعده الجديده في دماغكم، وبيهم هتعرفوا تقروا وتكتبوا اي كلمه هتسمعوها وتقروا اي كلمه هتشوفوها. تمام؟ الايطالي يا جماعه هو هو زي العربي، مجرد ما عرفت قواعد النطق اسمع واكتب، وانت كده قطعت نص الشوط في اي لغه زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده. ذاكروا حرف الجي كويس جدا علشان نكمل مع بعض سلسله الكورس اللي احنا ماشيين فيه، اللي هو اتحدى نفسك وتعلم ايطالي صح، وتعلم الايطالي من اول
للفابيتيري والمقاطع اللي خدناها. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشير لكل اصحابكم عشان يوصل اكبر عدد من الناس، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات واكتبوا لي اي كلمه بالنطق اللي انتوا عايزينه. واشوفكم على خير المره الجايه، معاكم ساره البحيري. الله بروسيما، تشاو تشاو.